الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهنا في هذه الآيات نلاحظ شيئا عجيبا، قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهذا في جميع الذين يشركون بالله تبارك وتعالى تلك الأصنام في القديم وفي الحديث. من أيام قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى من قبلهم ومن بعدهم من قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح الذين أشركوا بالله تلك الأصنام، ثم إلى قوم قريش الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وإلى زماننا هذا من هؤلاء البوذية والهندوس الذين يتخذون أصناما يعبدونها ويصلون لها ويشركون ويتخذونها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. فأولئك جميعا الذين يعبدون تلك الجمادات التي لا تنطق ولا تبصر ولا تسمع، كلهم يقرون بأنها لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. والسؤال هنا، إذا كانت هذه الآلهة والأصنام التي تعبدونها لا تنطق، فكيف إذن علمتم مراد تلك الأصنام؟ كيف أمرتكم هذه الأصنام بعبادتها؟ وكيف نهتكم عما نهتكم عنه؟ فالذي يحدث أنه يأتي أناس شياطين من شياطين الإنس يكذبون على الناس وعلى أقوام، فيقولون هذا إلهكم صلوا له واعبدوه، ثم يكذبون ويفترون إن إلهكم يأمركم بكذا وإن إلهكم ينهاكم عن كذا، كله كذب في كذب. أما إلهنا تبارك وتعالى وإن كان لا يكلمنا مباشرة كما كلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرسل إلينا رسلا أوحى إليهم كلامه وأمره ونهيه، وعرفنا صدق المرسلين من قبل أن يرسلوا، فالله تبارك وتعالى اصطفى من يشاء من عباده من خير خلقه عليهم الصلاة والسلام، وعلمنا صدق تلك الرسالات بإعجازها في كلامها وبالمعجزات التي جاءت على أيدي أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو الفرق بين دين الله الحق وبين التوحيد وبين دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به الرسل من قبله، فإن الرسل جميعا جاءوا بالإسلام من الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، كل الرسل جاءوا بالإسلام عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الحق، والباطل هو أن يفترى من دون الله آلهة بلا حجة وبلا دليل وبلا كتاب منير، ثم يفتري من بعد ذلك هؤلاء القوم على هذه الأصنام أنها تأمرهم وتنهاهم وكذا وكذا إلى آخره. فهذه الكلمة لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تفرق بين دين الحق وبين دين الباطل، فإن الإله الحق لا بد أن يكون متكلما يتكلم بما شاء ويوحي إلى من يشاء ما يشاء،
فيأمر وينهى ويشرع ويسن ويضع الحق في محله تبارك وتعالى، وأما الأصنام الباطلة فإنها لا تنطق ولا تتكلم، ليفتري عليها أقوامها بما يشاءون لخدمة مصالحهم ولتمكين سلطتهم، والله تعالى هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.